صحة راحت. طبعا حنكمل مع ضيفتنا اللي كانت معانا من البداية، وراح نتكلم أكثر عن الرسم وكيف يقدر يتحول من هواية إلى حلم يتحقق في النهاية. شرفتينا أكيد مرة ثانية شيماء، نبي نشوف إيش الرسمة كذا. خلصت الرسمة اللي تقريبا كانت معانا من البداية. أيوة. طب يا ريت تقولي لنا يعني من بين كل الهوايات اللي كانت عندك، ليش اخترتي تحديدا هواية الرسم؟ رسم يعني من أنا صغيرة يعني عندي هو هواية، يعني كان حبة حبة كل ما بكبر بيكبر معايا، وصح اني سبته فتره بس برضو دائما الاقي نفسي برجع له، يعني هو احسن شيء فيه له انا. حلو. أيوه. جميل. خلاص حصل خير، شاركت شرقه ما اعرف كيف. المهم طيب ابغى اعرف بس حاجه مره مهمه. الفنان دائما يحب يعبر عن عن يعني عن مشاعره واحاسيسه من خلال الرسم. قد ايش في المية تقدر تعبري عن نفسك؟ هل 100% ولا لسه عندك حاجات مقيدتك؟ لا مو 100%، يعني يمكن بس اللي اقدر عليه اني ارسم شيء احبه، يعني ما اقدر اعبر تماما. ايش اللي مقيدك؟ انه لسه ما وصلت للاحتراف انه اقدر يعني اسوي اي حاجه. تحسي يعني لما تخلص الرسمه تحسي في شيء ناقص وما انت قادره تطلعيه؟ ايوه لازم، هذا شيء اساسي. طيب شيماء، ذكرتي انه انت بترسمي البوب ارت اكثر شيء، ايش غير البوب ارت انت تحس انك ناجحه فيه؟ يعني الحمد لله اشوف اني كويس تقريبا في كل شيء، بس انه من كل شيء شويه يعني. حلو. بس ترسمي بورتري؟ ايوه. ايش كمان؟ بوب ارت او انمي. انمي. شوف الانيميشن ديث نوت من اجمل المسلسلات اليابانيه اللي الواحد شافها، وفي نفس الوقت نزل منه فيلم مرعب برضو ديث نوت، جيد امريكي كان. بس ابغى اعرف، قلت لك الشخصيه سالتك عنها هي نفسها ولا لا؟ انت شفت الانمي لايت؟ ايوه طبعا شفت الانمي كامل، بس ماني فاكر، كنت افتكر انه شكله غير مختلف. بس مره حلو انك انت رسمتي، حتى ما هي الوان ذاتيه صح؟ لا، مائية واكريليك. مائية واكريليك، عشان كذا النتيجة كانت مختلفة، كأنها كانت احلى ومدموجة. ايوه كأنها مدموجة، الله عليك، حتى طالعة كأنها بارزة. وتشيز مرة جيدة ما شاء الله. طب شيماء، بتستفيدي من لوحاتك؟ هل بتعرضيها في مهرجانات واحتفالات؟ بتعرضيها للبيع في بعض الأحيان؟ بيجيكي دخل مادي كويس من هذه اللوحات؟ يعني اشتركت في معرض واحد الحمد لله جاني منها دخل، وانبسطت يعني على قد تعبي. حسيتي انه هذا دافع قوي ممكن يخليك تكملي في هذه الموهبه؟ حلو. طب ايش المهرجانات اللي شاركتي فيها؟ بس شاركت في واحد كان جيمرز كون، وحشارك في جيمز اريبيا الويكند هذا حيكون. حلو. كيف بتقدر تسوق لنفسك شيماء؟ يعني مره الواحد مهم انه يركز في شغله وكيف بيطلع الماده في الاخير وكيف بيطلع الفكره، بس برضو حكايه ان الواحد يسوق لنفسه فكره مختلفه تماما، هل من خلال رسمك ولا بتحاولي تستعيني بناس حولك عشان يسوقوا لك؟ رسمي يعني كويس الحمد لله، واهلي وصحباتي الحمد لله بينشروا لي، يعني بيحاولوا قد ما يقدر انهم يدعموني، ولقيت الدعم الحمد لله كويس. كافي؟ الحمد لله. يعني ما متأمل شيء اكبر او ايوه طبعا كده. بس انه حب حب الواحد ما يطلع على طول. طب شيماء، يعني خليني اتكلم بكل صراحه، ما حاذكر طراد معي لانه طراد ما شاء الله فنان في الرسم. لو انا مبتدئه او حابه اني ادخل هذا المجال، او ليه بتضحك؟ اقول شكرا في قلبي بس. اوكي عفوا. لو حابه اني ابدا في هذا المجال وادخل واتعلم بدايات الرسم، فكيف ممكن تكون؟ ايش الاساسيات اللي لازم اتعلمها في الرسم؟ اول شيء الواحد لازم يكون عنده رغبه، هذا شيء اساسي. اذا الشخص ما عنده الموهبه تماما، احسن شيء يخش دورات، يفك اليوتيوب. في امل يعني لو ما كان فنان في الرسم في امل انه يكون يعني ما حد يعني ما يقدر يسوي شيء. حلو. تفك اليوتيوب، تشوفي دورات زي كذا يساعدوكي، وفي يعني رسم مو صعب، يعني حتلاقي اشياء كثير تساعدك وتسهلك، وفي طرق مره كثير. بس ابى افهم، سالت سؤال لما عشان الناس ولا عشان تبي تتعلم الرسم؟ لا عشان الناس. انت ما حتتعلم الرسم؟ لا ما احب الرسم. يعني ما احس انه والله في ناس، هو اطراد في النهايه على حسب اختلاف الشخصيات. يعني انا من الناس اللي اذا عندي دائما الرسم بيقولوا انه تخرج طاقاتك السلبيه من خلال الرسم. انا عندي اشياء اهم واكثر، اني على حسب الاولويات اللي بتكون. مثلا انك تغني؟ يعني مثلا اغني. صحيح. اغني وصوتي مو حلو، في امل، في امل انه يكون في يوم من الايام صوتي حلو، وانا ما راح ارد عليك، ولكن يعني في النهايه ممكن هذه الهوايه تكون هي تفريغ للطاقات السلبيه، ولكن انت اخذتيها عمل ومهنه دائمه تكون لك وبتخرجي لوحاتك فيها. بس قريب اخذتها مهنه، ولا كان زي ما قلت تفريغ الطاقات بس؟ كان هوايه في البدايه وتخذتيها مهنه بسبب الدخل المادي اللي كان بيجيك في البدايه منها. الحمد لله بلاقي من تدعمني، يعني دعم كامل وانبسط منه.
حلو. طب عشان لمي قالت نقطة مرة مهمة، إذا كانت لمي تبي تتعلم أو أحد ثاني يبغى يتعلم الرسم، بس قولي لنا الخطوات كأساسيات للبوب آرت، لأنك ما شاء الله شكلك احترفتي فيه حتى توباك والرسمة الثانية. قد إيش تأخذ منك؟ إيش تأخذيها؟ هل نبدأ بالأساس ولا نبدأ بالرسم ولا إيش بيصير؟ أول شيء التخطيط، يعني على حسب. زي هذه بديت فيها، أول شيء خلفية. يعني تشوف صورة سهلة، تبدأ بالبسيط. هذه مرة بسيطة، بس خطوط كده. هذه كانت أصعب شوية. قصدك اللون الأبيض ولا الأزرق؟ الأسود. أنا بس أضفت الأبيض من عندي. فهمت عليك. تحط الأبيض كأساس عشان تبرزي عشان أطلع شكلها، إنها مع الخلفية حتضيع لو حطيتها بس أسود. وبعد كده الأسود. أيوه. حقيقي حبيت اللوحة. شكرا. ودائما يعني أنا شدني شيء دكتورة رادة، إنه دائما بتحاول إنك ترسمي الأشخاص اللي أنت تحبيهم في حياتك. ما فكرت في يوم من الأيام إنه ترسمي، أو جاتك طلبيات إنك ترسمي أشياء مختلفة بترسميها ولا الحمد لله. بس اللي أنت تبغيه واللي أنت تحبيه هو اللي بتطلعيه في لوحاتك؟ لا، بيجيني طلبيات، بس إنه على حسب إذا أقدر عليها ولا لا، حتى سواء كنت أحبها ولا لا، يعني إذا أقدر أسويها عادي، إذا ما كنت أقدر يعني خلاص أقول لهم. تعرف الشخص هذا ولا؟ أيوة. زين مالك ما تعرفه؟ لا ما عرفت والله صراحة. في شبه شوية منك. لا، في شبه شوية من طراد. صحيح. إلا هو أشقر. لا، شعره أسود. زين مالك. One Direction زين مالك اسمه؟ صح؟ أيوة. تلخبط بين نايل الأشقر. والله كان فرقة One Direction تقول ما شاء الله. نود الله ما أعرف. لازم تسوي سيرش وجوجل. بغالي والله. يعني ما غلط في حاجة مهمة يعني. عموما تحياتنا لزين مالك. هلا والله. طب ايش في كمان حاجات؟ يعني انا عجبني الدمج اللي عملتيه بالالوان. اول شيء مختاره لون بارد ويعني مريح للعين، بس ابغى اعرف يعني قلتي لنا شيء بسيط وخلفيه وابيض، بس فين الصعوبه؟ يعني في الواحد لما يجي باخذ رسمه وبيشتريها يبي يحس انه في حاجه صارت في الرسمه، والله شكلها جيد او حركه ما حد يقدر يسويها. فين الصعوبه دائما نلاقيها؟ الصعوبه يكون في اني اخطط، اني اخلي كل شيء موزون و أوزنه بين بعضه. إنه زي اللوحة هذه سويت على السلايد، كان إنه يده أطول، فما عرفت، اضطريت أقصرها وأرجعها ورا، اللي هي أصلا يديها ما هي متلامسة، التفاحة بينهم لسه في مساحة، اضطريت أدخلها ورا التفاحة. أيوه. فهي دائما مشكلة في التخطيط. وتوقع كمان الدمج في الألوان بيكون جدا الدمج صعب. مو مرة، أشوف إنه ممتع اكثر من صعب. اوف، دمج الالوان ايوه خطير، ممتع جدا. حتى انك اوقات لما تطلعي، افتكر الطبيعه الصامته لما نجي نلونها ولا حاجه، انك تدمج لون عشان تطلع نتيجه لون معينه، هذه تاخذ وقت لحاله. تاخذي لون مع لون او شيء، خصوصا الالوان الزيتيه. لا، انا سويتها بالاكريليك المائيه. اكريليك ما قد دمجت بيها. الالوان المائيه اوكي حلو، تخفف اللون هذه حلو، بس الدمج حق الزيتي يعني متعه والله، متعه. طبعا انت ضايعه. لا انا مالي في الالوان ابدا. يعني الحمد لله كانت فتره من حياتي استخدمت فيها الالوان، وبعدين وقت الدراسه. تمام، وقت الدراسه وقت الجامعه كمان فرات، بس بعدها وقفت. سبحان الله، كل واحد هواياته واختلاف الهوايات. حقيقه نشكرك شيماء على تواجدك اليوم معنا، انت فنانه موهوبه، ويعني نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال، وان شاء الله عقبال ما ترسميني بوب ارت. يلا ان شاء الله. باذن الله. خلاص سؤال استطلاع لمية. أي سؤال استطلاع جدا جميل ومرة حبيته. فكرت في يوم من الأيام إنك تتحدى نفسك في يوم من الأيام ونجحت في هذا التحدي؟ نحن نبغى نعرف هذا التحدي، وأبغى أعرفه منك تحديدا فراد. أوكي، بس راح أعرفه منك بكرة في سؤال. طبعا بكرة بإذن الله. إحنا بس نذكركم إنه فيها هاشتاج ساعة شباب وإيميل البرنامج عشان نأخذ كل جديد منكم. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. إيش ما تبي تختمي لمية ولا إيش؟ ما ختمت. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نشوفكم بكرة. معكم أنا لمياء غالب. طرات سندي. السلام عليكم.